هو نوع من انواع الفرحه بالنسبه للحاجه ففي ناس بترسم قبل الحج وفي ناس بترسم بعد يعني قبل ما ترجع من الحج انا بشتغل من حوالي 10 سنين بس حاليا يعتبر انقرض هذا النوع من انواع الرسم او الكتابه اليدويه انقرضت بسبب الكتابه على الكمبيوتر او الكمبيوتر غطى على الكتابه اليدويه طبعا بتبقى ده فرحه كبيره اول ما عرفنا ان اسمنا جه في القرعه طبعا كلنا احنا عادات يعني القريه ان كله بيجي يبارك ويهني ويبقى فرحان وسعيد فمن عادات القريه يعني ان احنا بنرسم كده بنعمل رسومات في مثلا في جدار البيت او بنعمل رايات كده بتعلق بره على فوق على الباب كده من بره وكل بيجي يهني كده ويبارك وربنا يتقبل ان شاء الله يعني بتبقى فرحه كبيره وبنعزم بقى حبايبنا وبنطبخ وبنجيب طباخ وبنعزم وبيتعشى والحمد لله بتبقى لقمه 100 100 ويبقى فرحانين الاولاد فرحانين والجيران والحبايب وكلنا بنبقى فرحانين